أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من موقع يمن مونيتور، صحيفة أمريكية تتحدث عن تدخل روسي لحل أزمة اليمن. ومن الشرق الأوسط، المبعوث الأممي لم يسافر إلى لبنان منذ بدء وساطته في اليمن. ومن القدس العربي، الولايات المتحدة الأمريكية تستعين ب500 سجين لإخماد الحرائق. وأخيرا من البرق، أم أسترالية قتلت طفلها لأنه يشبه طليقها. أهلا بكم. البداية من موقع يمن مونيتور، والذي ترجم تقريرا لصحيفة أمريكية كشفت أن المملكة العربية السعودية قد تلجأ إلى وساطة روسية في اليمن. قالت الصحيفة: تتوق المملكة العربية السعودية إلى وضع حد للنزاع اليمني، ويبدو أن الوساطة الروسية هي خيارها أو خيارها الأفضل. وأضافت الصحيفة في تحرير كتبه المحلل والباحث الروسي كيريل سيمينوف: لقد كانت موسكو ولا تزال معنية على مستويات عدة في النزاع السوري، وفاعلة في التسوية الليبية، واتخذت موقفا براغماتيا من الخلافات الإقليمية، لكن اليمن لم يضمن بعد جهودا روسية استباقية، مع أنه موجود على رادار موسكو الدبلوماسي. وأشار إلى أنه من المحتمل أن تؤدي زيارة الملك سلمان إلى موسكو إلى انطلاق جهود وساطة روسية بهدف حل الخلافات اليمنية بطريقة تصب ربما في مصلحة السعودية على حساب إيران. وقالت الصحيفة: أما بالنسبة إلى عمان، فقد شاب التوتر علاقتها مع عبد رب منصور هادي ومؤيديه السعوديين منذ اليوم الذي منع فيه العمانيون الأشخاص المحيطين بهادي الهاربين من عبور الحدود العمانية اليمنية. يعنون موقع بوست في صفحته الرئيسية: من وحي نضال اليمنيين في أكتوبر العظيم. ويقول الموقع: بعد زيارة الكابتن هينز ضابط البحرية الإنجليزي لعدن مطلع القرن التاسع عشر في رحلته الاستكشافية، كان لابد للإنجليز من إيجاد مبرر لاستعمار المدينة لأهميتها الاستراتيجية، حسب هينز الذريعة جاهزة بالنسبة لدولة لا تغيب عنها الشمس. يضيف الموقع: بعد عامين فقط جنح سفينة هندية تحمل العلم البريطاني بالقرب من ساحل عدن، الأمر الذي جعلهم يتهمون أبناء عدن بمهاجمة السفينة ونهبها. مكث البريطانيون زهاء 128 عاما، ساعدهم على ذلك التمزق الذي أصاب سلطنات الجنوب المتناحرة، وكانت محاولات سلطان لحج في إعادة عدن للحاضنة هي المقاومة الوحيدة. أهمية الحدث فيما يتركه من أثر في الإنسان والتاريخ والحضارة، في الوعي والثقافة، عظمة أكتوبر فيما تحمله من قيم ومبادئ وأهداف نبيلة. هكذا بدأ أحمد ناصر حميدان مقاله المنشور في يمن مونيتور، وأضاف في فقرات من المقال: مرحى بالذكرى الرابعة بعد الخمسين لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، والوطن جرح غائر بحاجة للتعافي، ومجتمع مشروخ ومقهور بائس مظلوم بحاجة لإنصاف. ذكرى عطرة لثورة حررت الجنوب اليمني من الاستعمار البريطاني والحكم الأنجلو سلطاني، ووحدت 22 سلطنة ومشيخة وإمارة في دولة اليمن الجنوبية الشعبية ثم الديمقراطية. لها إنجازاتها وإخفاقاتها، أضرها التعصب، ولم تخلو من قبح السياسة وظلم من يعارضها بحجة صون مرحلة الثورة الوطنية. الاحتفال ليس صخبا بل لإعادة مشهد الثورة وتأكيد على مطالبها وترسيخها قيما وأهدافا. إعادة الاعتبار والتحديات جسام كهانوت الماضي، يبعث في الحاضر يتمحور مع المراحل والمنعطفات التاريخية كأصنام ومشاريع نصبت العداء للثورة وتحيك حولها المؤامرات، ولا زال النضال وتقديم التضحيات والغالي والنفيس من شرفاء وأحرار الوطن. انتفضت الروح الثورية في فبراير لتصحيح مسار سبتمبر وأكتوبر، وعاد الثوار للساحات، وعاد أعداؤهم للمؤامرات، عدنا لنستعيد الجمهورية، وعادوا ليستعيدوا الإمامة والسلطنات والمشيخات. واقعون اليوم بما فيه من بؤس وخذلان وألم، هو مخاض بين مراهقين سياسيين وبين نضوج الثورة، بين الشطح والتهور والماضي المسكون في النفس العقيمة والمخيم على العقل المريض، وبين تجاوز وخلع ذلك الماضي اللعين من على كاهلنا، بين التحرر وتحطيم قيوده والترفع عن صغائر الأمور للبحث في القضايا.
اليوم نحن على شفا هاوية بسبب الفكر الذي يجرنا لمربع العنف ويبعدنا عن مربع التوافق لوطن يستوعب الكل، يبعدنا عن المواطنة والديمقراطية والشراكة، عن المخرج السلس من أزماتنا ومحننا ومشكلاتنا، ليصنع أزمات ومشكلات وصراعات تجعله فكرا سائدا ومتربعا عرش العقول الضالة. الثورة مستمرة وراسخة حتى تكتمل أهدافها، ولن نحيد عنها قيد أنملة مهما كانت الظروف وشدة العواصف. يرصد موقع الاشتراكي نت ما يتعرض له المدنيون في تعز، ويعنون في تقرير: الميليشيا تواصل قتل المدنيين في تعز. قال الموقع: قتلت ميليشيات صالح والحوثي الجمعة مدنيين بينهم طفلة جراء قصف عشوائي طال قرى متفرقة في محافظة تعز جنوب البلاد. وقال مراسل الاشتراكي نت إن الطفلة منيا بشير قتلت بقصف شنته الميليشيا المتمركزة في التبة السوداء على قرية ماتع في منطقة الضباب جنوب غربي مدينة تعز، كما قصفت الميليشيات قرية في منطقة حمير بمديرية مقبنة غرب تعز، ما أدى إلى سقوط قتلى من المدنيين دون ورود إحصائية محددة لعدد الضحايا. وأضاف أن قرى منطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم جنوب المدينة هي الأخرى تعرضت لقصف عشوائي شنته الميليشيات، طال مساكن المواطنين وأحدث القصف أضرارا كبيرة في عديد من المنازل، ونجت أسرة من تحت الأنقاض منزلها. موقع المصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية: مقتل قيادي ميداني حوثي بمواجهة مع الجيش في حرض ومصرع خمسة آخرين بغارة للطيران. قالت مصادر عسكرية للمصدر أونلاين إن القيادي الميداني في ميليشيا الحوثي زيد بن علي الجرب الملقب بالشرفي قتل مساء الجمعة في معارك اشتعلت بين قوات الجيش التابع للحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي وقوات صالح في جبهة حرض الحدودية. وأضافت المصادر أن جثة القيادي الشرفي لا زالت في صحراء حرض ولم تتمكن الميليشيات من انتشالها بسبب استمرار المواجهات. وعنوان اقتصادي: مسؤول بنكي يؤكد شراء تحويلات المنظمات بسعر مركزي عدن ويقدم مقترحا لدعم استقرار السلع أو العملة والسلع الأساسية. ونفى مسؤول بنكي رفيع في أحد البنوك الأهلية اليمنية للمصدر أونلاين صحة تقارير تحدثت عن أن البنوك المحلية اليمنية لا تزال تشتري الدولار بالسعر الرسمي المعتمد في صنعاء بقيمة 250 ريال للدولار الواحد. وأكد أنه منذ صدور قرار التعويم أصبحت البنوك تتعامل بسعر البنك المركزي بعدن مع فارق طفيف لوقف الركض وراء سوق سوداء منفلتة ولا نهاية لها ولا سقف. نعم، نحتفل وبأيدينا ما يؤكد أن التواصي مع الحلم لا يتم في فراغ، ولكنه محمول بما أنجزه اليمنيون من خريطة طريق كاملة لمستقبلهم. أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر وأداة تحقيق هذه الأهداف الدولة بالصيغة التي أنجزتها ثورة فبراير 2011، هذا جزء من مقال كتبه سفير اليمن في لندن ياسين سعيد نعمان للاحتفاء بثورة 14 من أكتوبر. لم تنجز الثورة بناء الدولة المعول عليها في تنفيذ أهدافها، أهملت بناء الدول وحلت هي محلها محمولة بأنظمة وسلطات استبدادية بعيدة عن الشعب، وكان هذا أهم عنصر في السياسة الفاشلة التي أهدرت الثورات، وحتى بعض المنجزات التي تحققت تحولت إلى محور استقطاب اجتماعي مغلق يدور في ذاته ولا ينتج حركة اجتماعية نشطة بسبب غياب الحريات السياسية. وعندما نحتفل اليوم فنحن أولا نكرم الشهداء الذين حملوا هذه الثورات، ونتواصل مع أهدافها التي لا زالت صالحة، ونبحث عن أسباب الإخفاقات. كان غياب الدولة أهم هذه الأسباب، كان لابد من تحقيق هذه الأهداف بروح ثورية ولكن بأدوات سياسية واقتصادية وعلمية ومعرفية، وهو الأمر الذي لا تضمنه إلا دولة مدنية بنظمها وقوانينها التي تحترم الإنسان وحرياته وخياراته وحقوقه ولا تعفيه من واجباته. هذا ما تنبه له اليمنيون بعد ذلك بعقود في ثورة فبراير 2011، ثورة مكملة أخذت على عاتقها إنجاز مهمة بناء الدولة باعتبارها الضامن الحقيقي لتحقيق أهداف الثورة عبر حوار وطني شامل. القوى التي أدركت أن الدولة ستسحب من تحتها البساط الذي طالما داست عليه لتقمع أهداف الثورة. وإلى الصحيفة الأولى من أخبار اليوم والتي جاء في عناوينها: الزبيدي يعد بإعلان مفاجأة ويقول حكومة هادي فاشلة وقرار إقالتي خاطئ،
ومن العناوين: الرئيس يذكر الرفاق بأحداث يناير المؤلمة ويؤكد لن يكون وطن إلا باستيعاب الجميع. وميدانيا: الجيش يستهدف تجمعات للانقلابيين بتبة المضاربة غرب مارب وسقوط عشرة قتلى وجرحى. أما في شبوة: الجيش يكسر هجمات الميليشيا في عسيلان والتحالف يقصف مواقع لهم في المناطق المحيطة. قال مصدر أمني بمحافظة مارب إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على خليتين إرهابيتين. وأوضح المصدر أن عمليات التحري والمراقبة تمكنت من كشف الخليتين وضبط أعضائهما الذين قدموا من عدد من المحافظات. وبيّنت التحقيقات الأولية أن الخليتين كانتا تخططان لاستهداف قيادات سياسية وعسكرية وأمنية ومرافق حكومية ومنشآت حيوية. وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة في يقظة عالية وتعمل بهمة وكفاءة من أجل أمن المواطن وحماية المصالح العامة والخاصة وتعزيز الأمن والاستقرار، ما مكنها من إفشال كثير من المخططات التي تستهدف السكينة العامة. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. نتابع الأحداث ونرصد التطورات، نتناول الخبر من زوايا متعددة. لنصل معكم إلى أقرب صورة لدلالات وتداعيات المشهد اليمني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث. أهلا بكم من جديد. نفى مسؤول بمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لقاء المبعوث أو أي من موظفيه مع قيادات من الحوثيين في بيروت. وبحسب المسؤول فإن المبعوث لم يسافر إلى لبنان من الأساس خلال فترة توليه مهامه مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وأضاف المسؤول بمكتب ولد الشيخ لصحيفة الشرق الأوسط أنه ليس هناك أي خط ثان للاتصالات بين مكتب المبعوث والحوثيين، وكل الاتصالات تجري بطريقة شفافة وعبر القنوات المعهودة. هذا وكان المبعوث الأممي أعلن قبل أيام عن حل شامل عبر مبادرة جديدة لحل الأزمة التي بدأت بانقلاب الميليشيا في 2014. وقال المسؤول في مكتب المبعوث للصحيفة: نحن حتى اللحظة لم نعرض المبادرة بشكل كامل ورسمي على أي طرف، وهذا ما سيعمل عليه المبعوث في الأيام المقبلة. تعنون صحيفة العرب الجديد عن المشكلة الدائمة في اليمن وتقول: تجنيد الأطفال في اليمن مستمر. تقول الصحيفة: يتواصل تجنيد الأطفال في اليمن في ظل دخول الحرب عامها الثالث، إلا أن المنظمات الدولية لم تولي هذا الأمر الاهتمام اللازم أو تعمل على مكافحته، ولا ترحب أطراف الصراع بأي نشاط أو محاولة تهدف إلى مكافحة تجنيد الأطفال في معظم المناطق اليمنية، إذ أنها قد تحرمها من مورد بشري هام للغاية. لذلك لا تنفذ العديد من المنظمات أنشطة تتعلق بحماية الأطفال كونها ستواجه بالقمع والاعتقالات. في المقابل وطبقا للعرب الجديد، تركز بعض الأطراف المتحاربة في البلاد على تجنيد اليافعين والأطفال بشكل خاص، كونهم أكثر اندفاعا وحماسة في الحرب، على عكس الأشخاص الأكبر سنا الذين يريدون الحصول على رواتب. وتحصل عمليات التجنيد من خلال تقديم وعود بصرف رواتب شهرية للذين يلتحقون في صفوف القتال في وقت يعاني موظفو الحكومة في ظل عدم حصولهم على رواتبهم. أحد الأطفال الذين أسرتهم القوات الحكومية قال للعرب الجديد إنه أسر في منطقة نهم شمال مدينة صنعاء، واستدعي والده لحضور جلسات توعوية، مضيفا أنه يشعر بالندم لالتحاقه بالحرب، خصوصا بعدما شاهد فيديوهات عن أطفال مصابين وقد حرموا من عيش حياتهم كما يجب. أي موقف عربي من مشاريع التقسيم والانفصال؟ تحت هذا العنوان كتب عبد الوهاب بدرخان مقاله في صحيفة الحياة، وقال الكاتب: يعتبر العرب أن لديهم موقفا مبدئيا معللا من مسائل التقسيم أو الانفصال، كما ظهر في كثير من بيانات القمم العربية وغيرها،
مشددا على سيادة الدول ووحدة أراضيها. بل إن الجامعة العربية وعواصم عدة جددت تأكيد هذا الموقف إزاء استفتاء إقليم كردستان العراق على استقلاله، من دون أن تنظر في رفض دمشق وبغداد لنتائجه أو في تداعياته المحتملة على دول عربية أخرى، خصوصا أن لدى العرب تجربة حديثة في انفصال جنوب السودان. ولم يعرف بوضوح إذا كان هدوء الموقف العربي يعكس عجزاً أو انقساماً أو قبولاً للأمر الواقع أو عدم وجود مرجعية تحدد المصلحة العربية. الأرجح أنها كل ذلك، ويضاف أيضاً تراجع المد القومي وارتباك المد الإسلامي وصعود الشحن المذهبي والجهوي. ولا يمكن أن يعزى هدوء الموقف إلى مراجعة عربية ما للعلاقات مع الأكراد قد تكون حصلت عفوياً أو تلقائياً، وقضت بالاعتراف للأكراد بحقهم في أن تكون لهم دولة مستقلة. ففي ظروف أخرى كان رد الفعل العربي ليكون أقرب إلى موقفي تركيا وإيران، اللتين تتخذان من الاستفتاء الكردي عنواناً لتقاربهما، بل لدق طبول الحرب تحسباً لإعلان استقلال كردستان. وفي لقاءات طهران قبل أسبوع صوبت الدولتان على الدور الإسرائيلي في مؤامرة الاستفتاء الكردي، وأطلقتا إشارات إلى تأسيس محور مع العراق والنظام السوري. كان ذلك رسالة موجهة إلى واشنطن وموسكو، مفادها أن ضمانها للأكراد يشجعهم على الانفصال ويزعزع جغرافية دولتيهما. في أحد عناوين صحيفة الجارديان: سجين في غوانتنامو ترك ليموت جوعا. قال تقرير عن سجين في معتقل غوانتنامو جاء في الصحيفة البريطانية أن السجين اليمني خالد قاسم مضرب عن الطعام، وأن أطباء السجن توقفوا عن إطعامه بالقوة ولم يعودوا يجرون له فحوصات طبية. وعبر خالد قاسم المحتجز منذ 15 عاما دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهامات عن خوفه من أن يترك ليموت جوعا، وقال لمحاميه في محادثة تليفونية: في كل ليلة والأوجاع تنتابني، أفكر فيما إذا كان النهار سيطلع علي. وتقول منظمة حقوقية أن قاسم ونزيلا آخر يدعى أحمد رباني مضربان عن الطعام منذ 20 سبتمبر. وتقول وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن سياسة التغذية بالقوة عبر الأنابيب ما زالت متبعة في المعتقل. وتقول المنظمة الحقوقية إن قاسم كان قد سافر إلى أفغانستان عام 2000 بحثا عن عمل، حيث اعتقلته الشرطة الأفغانية وسلمته للجيش الأمريكي، ومن ثم نقل إلى معتقل غوانتنامو. يخرج عدد من السجناء في كاليفورنيا من وراء القضبان يخلعون ثياب السجن ويرتدون زي رجال الإنقاذ ليتحولوا في أيام مهماتهم من أصحاب سجل جرمي مشين إلى رجال أطفال إطفاء يحاصرون النيران التي تجتاح الولاية. تضيف صحيفة القدس العربي: في الأيام القليلة الماضية أوفد 553 سجينا في كاليفورنيا، الولاية التي تكثر فيها الحرائق بسبب الجفاف، للتصدي للنيران المندلعة في سان فرانسيسكو. وعند تنفيذ المهمة يحرر هؤلاء المتطوعون من كل ما يمت للسجن بصلة، فلا قيود في المعاصم ولا حراس يضيقون عليهم حركتهم ولا شيء يميزهم عن أي رجل إطفاء آخر سوى ملابسهم البرتقالية التي كتبت عليها كلمة سجين وأجورهم. تتابع الصحيفة أن السجناء يتقاضون عن ساعة العمل دولارا واحدا فقط، فيما يتقاضى أي إطفائي محترف ما لا يقل عن 17 دولار. وفي الأخبار المتنوعة ما جاء في موقع البرق، والذي عنون في صفحته الرئيسية: السجن 33 سنة لسيدة قتلت طفلها لأنه يشبه والدة. صدر حكم بالسجن 33 سنة بحق أم قتلت طفلها ذو 3 أعوام لأنه يشبه والده. وأدينت الأم وشريكها في الجريمة زوج والدة الطفل بقتل الضحية بعد شهرين من إساءة معاملته، وصدر حكم بالسجن 30 سنة بحق زوج الأم. وذكرت الأم الأسترالية أن الطفل والذي عرف فقط باسم جوزيف قد توفي بعد التعثر في حبل يربط كلاب الأسرة. وقالت للشرطة إن الطفل قد أثار غضبي كثيرا، وكنت في مرات كثيرة أفكر في قتله. لا تسيء فهمي، لقد كنت أحب الطفل حقا، ولكن كان هناك جزء مني يكرهه لأنه يشبه والده، لأنه ابن أبيه. وقال القاضي خلال النطق بالحكم: بدلا من أن ترعى طفلها عاقبته كما لو كان مسؤولا عن أخطاء والده البيولوجي،
إنها صورة غريبة ووحشية لسلوكها مع طفلها. بريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي، وكردستان تعلن الاستقلال عن العراق، وكتالونيا تنفصل عن إسبانيا. ثلاثة تغيرات سياسية ضخمة جعلتها الاستفتاءات الأخيرة إما جارية أو على الأجندة السياسية. هكذا بدأ باتريك كوبير مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد، والذي جاء تحت عنوان خروج بريطانيا واستقلال كردستان وكتالونيا، لماذا سيكون الفشل قدر هذه الاستفتاءات. ثلاثة بلدان مختلفة جدا، لكن ثمة اعتقاد في كل الحالات في أوساط عدد كبير من الناخبين بأنهم سيكونون أفضل حالا وحدهم خارج أي قدر من سيطرة سلطة عابرة للحدود مثل الاتحاد الأوروبي أو دولة قومية مثل العراق أو أسبانيا. لا غرابة في أن الحكومات المنقسمة والديماغوجيين والديكتاتوريين يتوافرون على مثل هذا الإعجاب الكبير بها، فهي تكتسي بمظهر الديمقراطية الشعبية وتعطي الانطباع بأن القرارات المهمة تصنع في النهاية عبر اختزال الموضوعات المعقدة إلى مجرد نعم أو لا مفرطة في التبسيط، وهي تجعل من الرأي العام مادة سهلة للاستغلال، لأن ما يطلب من المقترعين الموافقة عليه يكون في الغالب الأعم أمنيات، وما يعارضونه هو مزيج غير متسق من المظالم غير المترابطة. وهناك الكثير من الناس غير السعداء وغير الراضين في البلدان الثلاثة التي صوتت في الاستفتاءات خلال الأشهر الأخيرة، وإنما من دون سبب لافتراض أن تصويتهم سيجعلهم أكثر سعادة أو في وضع أفضل. يجب أن يكون الافتقار إلى الجوهر في الوعود بالأمور الجيدة التي ستأتي أكثر وضوحاً مما هو عليه. أبرز الأحداث وكما وثقتها عدسات مصوري صحيفة الغارديان البريطانية، نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشف الصحافة، نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.